وأيضا من الطاهر دم لم يسفح. دم إيه؟ وهو الذي لم يجري بعد موجب خروجه بزكاة إيه شرعية. إيه الدم المسفوح والدم غير المسفوح يا مشايخ؟ حضرتك وانت بتذبح الحيوان في الدم بإيه بينزل بكمية كبيرة من الحتة دي، ده يسموه الدم الإيه مسفوح. هذا نجس، هذا إيه نجس. طيب انت سلخت الحيوان وجدت في العروق دم، اذا كان الدم ده جاي من الحتة بتاعت الذبح حكمه حكم ايه دم المسفوح. لا، الدم في اللحم نفسه، الدم في اللحم نفسه ليس بحرام. ولذلك حينما تأتي النصوص تقول الدم الايه المسفوح، قل لا اجده فيما اوحي اليه محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ايه دما مسفوحا. ايوه، الدم المسفوح اللي هو ايه بينزل بعد الايه بعد الذبح او ايه او النحر نزل على او تسرب الى المعده. اما دم اللحم نفسه الكائن في اللحم نفسه هذا دم ايه دم طاهر. ولذلك كان يعني الناس يقولون بعض الصحابه كان مجرد ما ياخذ اللحم يقوم رميه في البرمه ولا في الحله وترى فيه صفره ظاهره فوق اللحم. الصفره جايه منين؟ من الدم الموجود فين؟ في اللحم. معناه ان هذا الدم ايه دم طاهر، ما كانش يهتموا به كثيرا يعني. كنا نرى الصفره موجوده فوق الايه في اعلى الحله او اعلى البرمه اللي يطبخ فيها. ده حاجات دقيقه يا مشايخ، حاجات دقيقه ارجو يعني تنتبهوا لها. في عندنا نوعين من الدم، الدم المسفوح والدم غير الايه الدم المسفوح الناتج عن ايه عن الذبح، والدم غير المسفوح الناتج منين من اللحم نفسه. الدم المسفوح نجس والدم الناتج من اللحم ايه طاهر. وكذا ما يوجد في قلب الشاة بعد ذبحها، في قلب الشاة بعد ذبحها دم ايه هذا دم طاهر، دم ايه طاهر. اما ما يوجد في بطنها فهو ايه متسرب منين من مكان الايه الذبح. خلوا بالكم يعني وانت بتذبح تتسرب حاجات بسيطة تروح المعدة، لكن الدم التي ينتج من اللحم أو في قلب الحيوان القلب تعرف المنحر والحاجات اللي لو فتحتها تجد كلها دم، لأن شغلة القلب إيه الغذاء يتحول إلى دم ويأتي إلى القلب والقلب يصرفه إلى بقية أجزاء الجسم في الحيوان والإنسان كله. فالدم الموجود الآن في القلب دم طاهر ولا نجس؟ دم طاهر. شوف كده، ما يوجد في قلب الشاة بعد ذبحها دم طاهر، أما ما يوجد في بطنها فهو إيه من الدم المسفوح فيكون نجسا. وكذا الدم الباقي في محل الذبح لأنه منين من بقية الدم الايه الجاري. طيب وايه تاني؟ والمسك وفأرته، المسك ايه المسك؟ احنا عندنا طبعا حضرتك لما واحد يمن عليك ويكرمك بايه حتة مسك يا سلام. في حيوان في البحر المولى تبارك وتعالى يمنحه ايه جلده، هذه الجلده يتكون فيها دم، هذا الدم يتجمد ويصير من 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 اطيب انواع الايه العطور. يقول لك انا جبت لك حته مسك
جبت لك حته ايه؟ حته مسك. فالمسك طاهر وفأرته ايه؟ طاهره. ايه الفأره دي؟ فأرته يعني جلدته. فأرته يعني ايه؟ جلدته، الجلده اللي بيتكون فيها المسك من الداخل. ما هو المسك عباره عن دم تجمد وتحول الى رائحه طيبه في داخل الجلد. الدم نفسه والجلد بتاعته طاهرتان. وايضا الزرع الذي سقي بماء متنجس، في زرع بيسقى بماء متنجس كتير كتير. حضرتك انت بتاكل الفاكهه في القاهره ما انتش عارف الفاكهه دي منين، ها؟ لو اديتها مشوار بحري كده شويه جهه المرج والجبل الاصفر هتعرف الفاكهه دي منين. يعني الميه اللي احنا الصرف الصحي دي بتروح فين؟ هات تلك المناطق، تلك المناطق عشان تسقي ايه؟ تسقي الفواكه وتسقي لكن الفاكهه طيبه وطاهره مش نجسه. ليه؟ لانها يعني الشيخ هنا بيقول طاهره. كان زمان قديما كان تسقى بماء طيب، ماء النهر عند السيدة زينب، في حاجة اسمها السد، منطقة السد عند السيدة زينب دي، يطلع فرع من النهر النيل في شارع الخليج المصري، شارع بورسعيد اسمه، كان شارع الايه؟ شارع بورسعيد الكبير ده كان اسمه شارع الايه؟ الخليج المصري. يودي مية لفين؟ للأميرية، مناطق الأميرية. عند حلقة السمك القديمة يطلع منه فرع يروح فين؟ في ترعة توديه الجبل الأصفر عشان يسقي الإيه؟ يسقي البساتين في الجبل الأصفر. ولذلك حتى الآن اسمها إيه؟ الشارع بتاعنا اللي احنا بنمشي دايما اسمه ترعة الجبل. ترعة الإيه؟ يعني الطريق أو الترعة التي كانت تؤدي المية منين؟ تاخدها من حلقة السمك وتمشي لغاية الجبل الأصفر وتسقي مناطق المطرية وحدائق الزيتون، كل المناطق دي كانت كلها زراعية وكانت مناطق، طبعا تغيرت الأمور. الآن انقطعت المية دي وسدت الترعة واتعمل شارع، طب تسقى منين؟ مياه الصرف الصحي عملوها تحت الأرض وتمشي تحت الأرض لغاية ما توصل تلك المناطق وتسقي تلك الايه؟ الحدائق والجناين. فالشيخ هنا بيقول الزرع المسقي بنجس طاهر، وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من النجس. حتى لو وقعت تفاحة ولا حاجة في المية تغسل ما فيش مشكلة فيه، فيغسل ما أصابه من النجس. ومن الطاهر خمر تحجر، الخمر الذي ايه؟ تحجرت، يعني انتقلت من صفة الخمرية السائلة إلى ايه؟ إلى شيء زي الحجر كده هو. ليه؟ لأن إذا تجمدت زال منها الإسكار. إذا تجمدت زال منها الايه؟ الإسكار. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا كانت نجسة، إذا كانت مسكرة تبقى نجسة، خرجت من دائرة الإسكار صارت إيه؟ طاهرة. ولذا لو فرض أنه إذا استعمل أو بل وشرب أسكر لم يطهر. يعني بعد الخمره ما تجمدت انت قمت جبت لها شويه ميه
وحركتها فيها وعادت إلى إيه؟ إلى سيلانها. خلاص مدام عادت إلى سيلانها تسكر، ومدام هتسكر تبقى إيه؟ صارت نجسة. نعم، نحن قلنا هو الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كما نقل على الإمام المازري: أو خلل الخمر إذا صارت خلا، تخللت يعني إيه؟ صارت إيه؟ صارت خلا. فالمتخلل نفسه أولى بهذا الحكم. وكذا ما حجر على المعتمد خلافا لما يهمه كلامه. على أي حال، إذا ظلت على حالها تبقى نجسة، تجمدت صارت حجر طهرت، صارت خل صارت إيه؟ طهرت. المهم أنها خرج منها إيه؟ الإسكار. لا، أنت عملت حيلة وأعدت إليها الإسكار مرة أخرى، عادت إلى إيه؟ إلى النجاسة مرة أخرى. وكذا ما حجر على المعتمد خلاف. طيب، وإذا طهر طهر إناؤه، يعني الإناء اللي فيه الخمر ده، وتجمد وصار حجرا أو صار خلا، برضو نفس الكلام، الحكم يكون إيه؟ للإناء. الإناء برضو يكون طاهر ويكون نجس. إذا كان ظلت الخمر خمرية مسكرة فهو نجس، لا، صارت الخمر خلا أو صارت حجرا صار إيه؟ طاهرا. كما قلنا الحكم ده أخذه معاك أنت وجودا وعدما. وإذا طهر طهر إناؤه ولو فخارا غاص فيه، ها؟ ولو إيه؟ ولو كان إناء من الفخار غاص فيه، فهو يخصص قولهم وفخار بغواص. هيأتي جزئية، الإناء إذا كان فيه شيء نجس وكان فخار، الفخار يغوص في الإيه؟ النجاسة تغوص في الإيه؟ تغوص في الخفار. إلا في هذه المسألة، هذه المسألة، الإناء اللي فيه الخمر مسكر إذا تحجر أو تخلل صار إيه؟ طاهرا، وإناؤه صار إيه؟ أيوة. ولو وقع ثوب في دن خمر فتخلل، يعني الثوب وقع في دن خمر فأثر في دن الخمر وتخلل الخمر، خرج من حال الإسكار إلى حالة الإيه؟ الخل، فإنه إيه؟ يطهر. أهو، ولو وقع ثوب في دن خمر فتخلل طهر الجميع. ولو بالعمد. نعم نعم. معنى دن خمر. دن خمر. دن الخمر، جماعة اللي بيصنعوا الخمر، مش بيصنعوها بحنفيات كده، بيعملوا ايه؟ دن، يعني زي براميل، براميل بس براميل خشب، خشب خاص كبيرة جدا، ويحطوا فيها الحاجات دي ويقفلوها مدة شهرين ثلاثة أربعة لغاية ما هي تتخمر أو تسكر، تصل إلى حالة الإسكار، تسمى دن. طيب، ده آخر كلامنا في موضوع الإيه؟ الأشياء الطاهرة. أما النجس، كلمة النجس يعني عين النجاسة، كل ما استثني مما قلناه فهو إيه؟ نجس. يعني الأشياء الطاهرة التي قلناها احنا استثنينا حالات منها، الحالات اللي استثناها كلها إيه؟ نجسة. والنجس كل ما استثني، أي ما أخرج منين؟ من الطاهر
من أول الفصل إلى هنا كل الأشياء اللي احنا استثنيناها تعتبر ايه؟ نجسة.